منرحب فيكم بهذا النهار الجميل. احنا قطعنا عنكم الاسبوع الماضي بسبب العطلة، كانت رسمية لعيد الاضحى، عيد الاضحى، وايضا عطلة عطيناهم للشباب كمان عطلة يرتاحوا فيها، خاصة بعد هالمناسبات والشغل اللي عملوه بخلال هذه السنة. معلش سامحونا على غيابنا، وانا شاكرة كثير للاشخاص اللي تواصلوا معنا اللي استفادونا ينهار الثلاثة وما كانوا عارفين انه احنا اعتذرنا عن الحلقة لنورسات لبنان. نعم، فانبسطت كثير لانه حسيت انه الناس متابعة وعم أكيد. تنتظر كانت يوم الثلاثة وين راحوا هذول، ما طلعوا لهلا خير أكيد. ان شاء الله. فلا الحمد لله، بعرف انه في ناس كثير تواصلت معنا لخوفها انه نصبنا كورونا او صار شيء. الحمد لله الامور الصحيه تمام. طبعا نحن عم نواجه الان موجه جديده من كورونا، عم حتى بنشوف العائلات وصارت الناس حوالينا عم تنصاب بهالفيروس هذا اللئيم وعم بتسبب مشاكل صحية. لكن مثل ما وزارة الصحة ولجنة الأوبئة خبرتنا واللي بنسمع التقرير عنها، انتشار المتحور الجديد BA5 بسموه انتشار سريع وبنتشر بشكل كبير، لكن العوارض تبعته عم تيجي خفيفة لبعض الناس. لكن احنا من هذا الخبر بنحب نقول للناس انهم يهتموا بصحتهم، يبتعدوا عن التجمعات او لبس الكمامة ضروري. والمريض بكورونا او بحس حاله انه مريض او وضعه الصحي مش مطمئن يحط كمامة، خاصة انه عم تيجي يعني هي مثل سعال ناشف، وجع بالمفاصل، السعال عم بيسبب اوجاع بالقفص الصدري. نحط الكمامة ما ننشر الفيروس لاشخاص مناعتهم قليلة ونسبب لهم لا سمح الله لا سمح الله بشيء اخطر، يعني من ما انه الجسم البني ادم اللي يقدر يتحمله. طبعا المطاعم متوفرة عندنا احنا بالأردن، بعرفش في المناطق الأخرى، المطاعم متوفرة بوزارة الصحة بالمراكز الصحية الطبية ومجانا عم بيعطى. فنحن اللي جرى مثلا لما أخذ المطعم الثاني صار له أكثر من 6-7 أشهر، في ناس عم بتوصل هلا لأكثر من سنة المخدين الجرعة الثانية، بيقدروا يعززوها بجرعة ثالثة إذا بحسوا إنه جسمهم ما بيقاوم أو مناعتهم ضعيفة. الجسم قوي ومناعته قوية وبقول لك بتحمل، ربنا يعطيه الصحة ويعطيه القوة انه يتحمل هذا الفيروس اللي منتشر حاليا. وبعتقد ابونا كمان انه الفيروس منتشر بسبب الحفلات والاعراس والمناسبات، لانه طبعاً الحياة الطبيعية عم ترجع زي ما كانت اول بالنسبة للحفلات الافراح. والله يزيد افراحكم والف الف مبروك لكل اللي عم يتجوزوا وعم بيخطبوا او عم واللي بيسافروا كمان يهتموا هلا بالرحلات السفر انه يهتموا كمان بوضع الكمامه والاهتمام بصحتهم. بالنسبه لنورسات نحن بخير الحمد لله، اللي بتطمن على مكتبنا نحن بخير، وشبابنا الحمد لله عم بيقوموا بدورهم. طبعا احتفالات الكنسيه الان خفيفه بشهر الصيف، فما في كتير اكتيفيتيز او نشاطات الا في مثلا مخيمات الشباب والكشافه. اذا بتشوفوا على صفحتنا نشاطات الكشاف، المخيمات الكشفيه او المخيمات الشبابيه منغطيها يعني شوي شوي، يعطيهم العافيه الشباب. في عندنا احتفالات لمار شربل، رعيه مار شربل، كان بعيد القديس مار شربل يوم الأحد احتفلوا بقداس بهذه المناسبة، يعطي العافية أبونا جوزيف سويد على 3-4 أيام اللي أقاموا فيها نشاطات متنوعة ترفيهية اجتماعية ثقافية روحية، وأيضا القداس الإلهي. فمنقول لهم كل عام وانتم بخير إن شاء الله يا ربي، الرعية تزداد عددا وأيضا تزداد أشخاص يصلوا وتعبدوا وينموا إيمانهم الروحي، ويعطي العافية أبونا جوزيف ما قصرت على الأردنيين أبونا. ف
فإن شاء الله لنا لقاء قريب نحكي عن هذا الموضوع، عن قديس مرشر بالورعية الموارنة في الأردن. طبعا في طبعا رسمات شمامسة ورسمات كهنة على مذابح الرب، إن كان عند الأرثوذكس أو عند اللاتين أو الكاثوليك. كمان في أبونا ينال العوابدة، طبعا الشماس ينال العوابدة صار أبونا من كنيسة الروم الملكين الكاثوليك، احتفل في رسامته الأسبوع الماضي، بنقول له ألف ألف مبروك يا أبونا ينال، ربنا يعطيك القوة والصحة إنك تخدم رسالته بما أعطانا الرب من نعم وعطايا. وهذه رسالة مهمة جدا أنت اللي بتحملها، لأنك أنت بترعى نفوس المؤمنين اللي بيتبعوا كلمة ربنا. طبعا في زي ما خبرناكم في قداس الاحتفال بعيد القديس مار شربل، هاي الأخبار كلها راح تكون بنصرة الأردن في أسبوع خلال هذا الأسبوع. وأيضا من عندنا من مندوبتنا مارلين الحدوة احتفال بعيد القديس مار شربل في الأراضي المقدسة الرهبانية اللبنانية المارونية بدير مار شربل بيت لحم، احتفلت بهذا العيد. طبعا المخيمات الصيفية عندنا كاهن رعية اللاتين بالمفرق أبونا طارق حجازين اختتموا مخيمهم الصيفي، يعطيك العافية أبونا، وإن شاء الله المخيم كان مخيم ناجح ومثمر. وهناك أيضا طبعا أخبار مختلفة ومتنوعة على صفحتنا على فيسبوك وأيضا موقعنا الإلكتروني nursadjo.org. وفي شيء تاني أبونا بتحب تزيده وتضيفه غير هاي النشاطات؟ أيضا كمان سوري متأسفة يا أبونا، عندنا ميلاد رزق سامة صاحب السيادة المطران خريستوفوروس الأخ ميلاد رزق المولود في دمشق، على بركة أمينا سامة هو سيامة، ما هي سيامة بصير إنجيلية وبصير الكهنوت بنحكى كمان كهنوت نفسه. نعم السيامة. فميلاد رزق منقول لك ألف ألف مبروك السيامة في خدمة ربنا. وأيضا كمان كانت هناك أخبار محزنة في عنا إسونتا راجي سليمان جوينات انتقلت، طبعا هي راهبة من رهبات الوردية، انتقلت إلى جوار ربنا الله يرحمها. وأيضا هناك أخبار في عنا المسرح الكاثوليكي بيقدم مسرحية مبروك ما إجاكم يوم الجمعة 5-8 بتمام الساعة 7 مساء، منقول لفرقة المسرح الكاثوليكي إن شاء الله مسرحية ناجحة، وإن شاء الله أنه نقوم بتغطيتها ونحضرها وتكون مثل ما أردتم برسالتها، الله يوفقكم جميعا. وأيضا هناك كمان القس الكونون لؤي حداد انتقل إلى الجوار ربنا الله يرحمه مع الملائكة والقديسين أبونا لؤي، ألف رحمة ونور عليك. وأيضا هناك أخبار أخرى أبونا عندك؟ تفضل. لا الحمد لله، بس نركز على عنوان حلقتنا اليوم، بنأكد أنه الكنيسة بتحتفل بهذا الشهر، يعني بكنيستنا إحنا الملكيين الكاثوليك بكرة عيد النبي إيليا، فحابين نحكي عن النبي إيليا وعن حياته، ومع الاتصالات الآباء الكهنة رح يغنوا الحلقة بمواضيع كتابية من العهد القديم من سفر الملوك اللي بتتحدث عن حياة هذا النبي العظيم اللي خصوصا عندنا بالأردن، يعني هو نعتبره أردني هذا النبي لأنه عاش في عجلون وعاش في المغطس وعاش في بين جلعاد وبين تشيت بين المناطق جبالنا، ونبي من أنبياء الأردن يعتبر لأنه عاش في هذه المنطقة، والعديد من الكنائس عندنا بالأردن تحمل اسم شفيعة النبي إيليا ويلفظ بالعدة لغات إيلي وإيليا والياس وأسماء أولاد وبنات، يعني أخذ مؤنث ومذكر قد ما صيته في بلادنا عظيم واصل لمنطقة الشرق الأوسط كلياتها. النبي إيليا من الأنبياء الكبار العظام اللي لهم تاريخ حافل، فإن شاء الله الشباب يحضرون الاتصالات
إن شاء الله. حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، هي الجملة اللي كان مشهور ومعروف فيها النبي إيليا أو مار إلياس أو إيلي. نعم، شو معنات إيليا؟ ما بعرف بالحقيقة إيش معنات الاسم، يعني ما طلعت معناه، بس لمحته اليوم هيك وأنا بقلب شفت كان محطوط، بس ما أسعفتني الذاكرة، أظل مسيفه بدماغي. إيليا، هلا بنحكي مع الشباب يحضروا لنا الاتصالات، لكن إيليا النبي أبونا دائما موصوف بصورة له أو أيقونة، أصبعه بيكون واقف مثل هيك عامل، وأيضا بإيده الثاني السيف. نعم، فالسيف طبعا من القصص الموجودة في الكتاب، العهد القديم والعهد حتى نذكر في العهد الجديد عن طريق رسائل القديس بولس، وأيضا يسوع ذكره كمان إيليا. فهو كان يدعو إنه الرب الله هو حي بيننا وهو إله أحياء، فكان مضطهد في بداية رسالته مثل ما تم الذكر في عهد الملوك من العهد القديم في سفر الملوك، وأيضا هو لمنع المي المطر عن لما كان مضطهد من الملك أحاب وزوجته إيزابيل ولثلاث سنين ونص، وطبعا الحادثة اللي هي انه الذبائح التنتين وإله باعل. في نكتة هاي عليها بحب عليها، انه بشوف العديد من أولادنا عم بيسموا بناتهم هذا الاسم، فبقولهم هاي كانت شخصية يعني شريرة فليش بتسموا بناتكم إيزابيل. على كل إن هلا بنستنى من أبائنا الكهنة كمان انه يخبرونا أكثر عن النبي العظيم إيليا. فصباحك نور أبونا فرح حجازين أول اتصالات. صباح الأنوار، والله يسعدكم وأهلا وسهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الحلو. صباحك نور يا أبونا. هلا. تسلم أبونا. أبونا القديس إيليا النبي، نحن مهتمين في كونه هذا القديس أو هذا النبي هو في بلادنا، طبعا مثل ما راح تخبرونا انه هو ولد في جلعاد وهي منطقة في شمال الأردن اللي اسمها شيب. جلعاد قريبة من عجلون اللي قريبة من صلت ايضا كمان. نعم، فتخبرنا اذا عجلون بعيدة عن الصلت. جلعاد بالصلت. من الصلت، من أراضي الصرف. نعم، إن شاء الله. فتخبرنا أبونا عن هذا النبي إيليا النبي ورسالته على الأرض ورسالته أيضا للبشرية. إن شاء الله. أولا إيليا هو من أعظم الأنبياء في العهد القديم، وبصادف عيده غدا 20 تموز في الكنيسة الكاثوليكية. نعم، يعتبر القديس إيليا من أعظم قديسي العهد القديم. نعم، ومن أعظم الأنبياء في العهد القديم. نعم، ومن أعظم القديسين شهرة وانتشارا في بلادنا. نعم، كرس له شرفنا الآلاف الآلاف من الأولاد الذين يحملون اسمه. شفاعته قديرة عند الله، ومزاره لا يزال اليومنا هذا قائما على جبل الكرم في حيفا، يؤم الآلاف الآلاف من المؤمنين طالبين شفاعته وحمايته من الروح الوثنية الطاغية. إنه رجل إيمان يحبس السماء عن المطر بأمر الله فلا تنزل مطرها. إنه رجل إيمان يقيم ابن الأرملة من بين الأموات. إنه رجل شجاع لا يهاب الملوك ولا الرؤساء دفاعا عن الحق وعن المظلوم. لا يهاب أن يقف في وجه الملك أحاب ويتهمه بالكفر. لا يخاف أن يقف في وجه امرأة جيزابيل الوثنية ويتنبأ لها بالموت وتأكلها الكلاب. لا يخاف أن يظهر أمام أحاب ويتنبأ له أيضا بالموت لأنه قتل نابوت واستولى على كرمه. والآن نظرة سريعة على حياته تبين لنا كل هذه الصفات في رجل الله. أول إيليا، اسم إيليا هو اسم عبري ومعناها إلهي يهوى. إلهي يهوى معناها إلهي يهوى.
والصيغة اليونانية لهذا الاسم هي إلياس. نعم. وتستعمل أحيانا في اللغة العربية. هو نبي عظيم عاش في المملكة الشمالية فلسطين، وبأنه يدعى تشيبي فيرجح أنه ولد في تشبة ولكنه عاش في جلعاد، وكان عادة يلبس ثوبا من الشعر مسوحا ومنطقة من الجلد، وكان يقضي الكثير من وقته في البرية. وبما أن إيزابيل ساقت زوجها وشعب بني إسرائيل إلى عبادة البعل، فقد تنبأ إلي بأن الله سيمنع المطر عن بني إسرائيل. واعتزل النبي إلى نهر كريت، وكانت الغربان تأتي وتهوله وتأتي إليه بالطعام. وبعد أن جف النهر ذهب إلى صرف الصيدة، وبقي في بيت امرأة أرملة وفقا لوعد إلي لها، لأن لم يفرغ من بيتها الدقيق والزيت طوال مدة الجفاف. لما مات ابن الأرملة صلى إلي فعاد إليه الحياة. وفي السنة الثالثة من الجفاف قابل إلي عبيديا وكيل أحاب، وكان مؤمنا بالله، واتفق معه على مقابلة الملك. وطلب النبي من الملك أن يجمع الشعب إلى جبل الكرمل وأن يحضر معه أنبياء البعل ليرى أيهما يرسل نارا تلتهم المحرقة. الرب أم البعل، فصلى أنبياء البعل ولكن لم يكن من مجيب صلاتهم، ولكن دعا إلي الرب فاستجاب له ونزلت نار من السماء والتهمت المحرقة. ويشير التقليد إلى أن هذه المعجزة تمت على جبل الكرمل بمكان يدعى حاليا المحرقة، فأقر الشعب بأن الرب هو الله الإله الحقيقي. وبناء على أمر إلي قتل أنبياء البعل. ولما توعدت إيزابيل بقتل إلي لأنه قتل أنبياء البعل، هرب إلى الجنوب إلى بئر سبع وطلب إلى الله أن يأخذ حياته، ولكن الله أرسل إليه ملاكا يشجعه وليعطيه طعاما وماء. وبقوة هذه الأكلة أمكنه أن يسافر مدة 40 يوم إلى جبل حريب الذي يدعى أيضا جبل سيناء. وفي نهاية أيامه ذهب إلى الأردن مع علي شاع، وضرب إلي الأردن، نهر الأردن طبعا، بردائه فانشق الماء، وسار النبيان على اليابسة، ثم جاءت مركبة فرسان نارية وحملت إلي إلى السماء وترك رداءه لعلي شاع. وقد وردت آخر إشارة إلى إلي في العهد القديم في الملاخي النبي، والتي فحواها أن الرب سيرسل إلي النبي قبل يوم الرب العظيم. أما في العهد الجديد فقد وعد الملاك أن يوحنا المعمدان سيتقدم المسيح بروح إلي وقوته. وفي هذا المعنى قال المسيح أن إلي قد جاء في شخص يوحنا المعمدان، إذ قال: إن شئتم أن تصدقوني فاعلموا أنه إلي الذي تنتظرون رجوعه. وقد ظن حتى أيضا بعض الناس خطأ أن يسوع نفسه هو إلي. وفي عبته التي القاها في الناصرة أشار يسوع إلى إقامة إلي في بيت أرملة صرفة. وقد ظهر إلي وموسى مع يسوع عند التجلي. ويشير بولس إلى تشجيع الرب لإلي بأن مؤمنين كثيرين كانوا بين بني إسرائيل في أيام إيزابيل وأحاب. ويذكر يعقوب صلاة إلي لأجل امتناع المطر وصلاة لأجل نزول المطر كمثال لقوة صلاة البار. هناك مزار لمارلياك بين شتفينا وبلدة الوهادي، وهو مزار معترف به من الفاتيكان. وقد عثر في هذا المزار على آثار كنيسة من العهد البيزنطي تعود إلى الجيل الخامس أو السادس. أما سبب إكرام الله لإلي النبي على قمة هذا الجبل فلأن مسقط رأس النبي إلي يقع على بعد كيلومتر واحد من البلدة المعروفة لستب، وهي مسقط رأس النبي إلي. وأخيرا نرفع هذا الدعاء ونقول: يا مارلياس اشفع بنا لدى الله لنعبد الإله الحقيقي، لنعبد الخالق وليس الخليقة. وشكرا. شكرا لك يا أبونا على هالوصف الجميل لهذا النبي ولمقامه في منطقة الوهادنة في الشمال. ف
فهذا دليل كمان على اهتمام الأردن كمان أيضا بالسياحة الدينية، إنها تهتم في المواقع الدينية والأثرية المسيحية في الأردن، وهي كثيرة يعني. نعم إحنا الحمد لله. كنز كبير. شكرا لك يا أبونا، فعلا هذا القديس العظيم يستحق الإكرام والمحبة وافتخار أن يكون من بلدنا من الأردن. نعم نعم شكرا. نعم كثير شكرا أبونا. لك أبونا. صباحك نور. هلا الله معك. صباحك نور يا أبونا. طبعا الأردن غني في الأماكن الدينية، وقداسة البابا اعتمد هذا الموقع، قداسة البابا يوحنا بولس الثاني عند زيارته الأردن اعتمده كموقع حج مسيحي من المواقع الخمسة المهمة، بالإضافة إلى المواقع المغطس وأيضا عنجرة سيدة الجبل وأيضا تل مارلياس وأيضا أي مواقع أخرى كمان ذكرني أبونا. مادبة. مادبة مونت نيبو كمان من المواقع الخمسة. والخارطة كنيسة كنيسة الخارطة في مادبة. نعم. غير جبل. بالإضافة للجبل. اعتمدتها واهتمت أيضا في هذا الموقع في منطقة الوهادنة. اللي بيحب يزورها طبعا بيقدر يزورها، مهيئة لإقامة حتى كمان فيها كنيسة، هناك كنيسة صغيرة مبنية على أنقاض كنيسية أثرية يعني. على نعم وفيها خارطة فسيفسائية جدا رائعة وجميلة. ممكن اللي زاروها كمان يحطوا لنا ملاحظاتهم عند زيارتهم هذا الموقع الجميل. نعم دكتورة بحب أحكي كمان، بحب أحكي عن نبي إيليا نبي إلياس، إنه سلسلة جبال الأردن يعني قطعها على ما يبدو واضحا جليا بالكتاب المقدس، لأن من عجلون للنزول الجبال الصلت لمنطقة الأغوار لمنطقة المغطس. نعم حيث اعتكف في الموقع الثاني كمان بالمغطس مكتوب هنا كمان بالضبط، لأنه أقام في فترة. نعم هلا لما كان يعطش كان يشرب من أحد الأودية أو الروافد لنهر الأردن. نعم اللي هو كريت يلفظ أو كريت يلفظ باليوناني. نعم هو من روافد النهر، فيعني منطقة تعبد ومنطقة صلاة يعني. واليوم بنشوف العديد من الأساقفة والكهنة بيحبوا يعيشوا هناك فترة، خصوصا سيدنا فيندكتوس الله يذكره بالخير على بيت لحم. نعم بيعيش فترة على خطى النبي إيليا ونفس الطريقة إنه يعيش الواحد من الطبيعة مع الطبيعة، ومن إنتاج الحيوانات تأكل ويشرب وكل شيء يكون طبيعي ومش مصنع، مش الحياة الرهبانية القديمة، هاي حياة التعبد جميلة جدا يعني. والكل اللي بنزل على المغطس بتلمس يعني وكأن الحجارة تتكلم. نعم. في الموقع قد ما هو يعني مبين خطى الأنبياء جلية واضحة في منطقة المغطس سبحان نعم. الله. نعم حلو الشباب طبعا محضريننا هو تقرير كنا ابو نمودي. اوكي بناخذ ابو نمودي وبعدين بنحضر التقرير عن مدينه، بما انه ابو نمودي شفيع عمر الياس وهو شفيع الكنيسه ورعيته اسمها نعم. عمر الياس، فبنقول له كل عام وانتم بخير كمان عيد الرعيه. صباحك نور ابونا. صباح النور بالخير والبركه. شكرا لتواجدك معنا في هذا الصباح ايضا للحديث عن هذا القديس العظيم اللي بنعتبره كمان قديس بلادنا يعني. صديقي العزيز صباحك نور. صباح الخير والبركه. كل عام بخير ابونا. وانتم بخير. شكرا لوقتك وتفضل انت على الهواء مباشره. فاليوم المبارك نصلي واياكم للرب الاله اكيد بشفاعه النبي ايليا، وهالنبي العظيم اللي اسمه بالعبري إلهي يهوى. نعم. هالنبي العظيم اللي ولد ببلاد جلعاد شرق الأردن، نسك البراري وشخصية عظيمة ما منكر، وعاش في نهاية القرن التاسع قبل الميلاد. اللي بيقرأ سفر الملوك بيشوف إنه في آية جميلة موجودة بسفر الملوك 18 أن يد الرب كانت مع إيليا. عمل كثير من المعجزات هذا النبي، منها حبس بصلاته المطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، وكان زي ما تفضلتوا نعم يقيم عند نهر كريت تجاه الأردن ناسك في البراري. ومن المعجزات أنه الرب كان يرسل له غراب أو غربان تقيله، تبعت له خبز
ولحم بالغداء وخبز ولحم بالعشاء، شاورما بعالم اليوم 50 جوم لحمة يعني مش بس خبز. وكان يشرب من النهر. كمان من معجزاته المذكورة بسفر الملوك أنه بيوم من الأيام أقام عند أرملة صرفة صيدا وبارك إلها الدقيق والزيت، كان في مجاعة وفقر، وحكت له أنا ما عندي غير شوية هالدقيق والزيت، كيف بدي أعجن لك ياهم، خايف يخلصوا. فبالفعل كل ما كانت تعجن له من الدقيق والزيت لم تفرغ جرة الدقيق ولم تنقص قارورة الزيت، بموت ابنها بيصلي عليه وبنهضه من بين الأموات. كمان النبي إيليا اتنبأ عن خراب بيت أحاب وموت زوجته، بتعرفوا بأنه ملك إسرائيل في ذلك الوقت كان يعبد الله اسمه أحاب، وكان عنده امرأة كنعانية شريرة إيزابيل اتمادت على الرب، وطلع النبي إيليا شعار حي الرب الذي أنا واقف أمامه أنه لا يكون في هذه السنين ندى ولا مطر إلا عند قولي. فطهد الملك أحاب اللي تبع ديانة زوجته، ترك الإله الحقيقي وهرب إيليا من مكان لآخر يسمع العجائب. فسلسلة حياته مليئة بالمعجزات، مليئة بالانتقال على هذه الأرض. أكيد كمان قصة المركب النارية نقلته، وكان عنده تلميذ اسمه أليشا، هاي قصة تنقل عبر الأجيال بأنه النبي إيليا حي مدى الدهر، عشان هيك من ألقابه النبي الياس الحي، حي في غيرته على بيت الله، هو مثال الغيور على عبادة الله، المنتقم من الكفار والظالمين، وبنفس الوقت مشفق على الفقراء والمساكين. بعالم اليوم الروحانيات مار الياس أو النبي إيليا يعتبر أول من أسس مدرسة الأنبياء، كان عنده تلاميذ منهم أليشا، أول من قام ميت أعجوبة ابن الأرملة بعد ما مات، أول من اختفى في البرية، هو مثال للصوم للإمساك حتى يعود برسالته في مواجهة الأخطار. وبالفعل هو أول من نسك، ذاق طعم التوحد، ذاق منحكي لذة اللقاء والعيش مع الله. بيوم الأيام أيضا خاف وهرب، وبتحكي بحكي لنا الكتاب المقدس بأنه هرب إلى بئر سبع إلى البرية، هو يائس وجائع، هو متخبي، ظهر له الرب وخبره ما بالك ما بالك ها هنا يا إيليا، فقال إني غرت غيرة للرب إلى الجنود. كمان الجميل اليوم الرهبنة الكرمليين أو الكرمليين بتكرم هذا النبي إيليا، بتعطيه إكرام عظيم وبتخذوه أب ورئيس لإلها، وما زالوا موجودين، نشأوا هالرهبنة في جبل الكرمل، في جماعة من النساك وعندهم عبادة خاصة لسيدتنا مريم العذراء. اليوم بدنا نصلي بشفاعة النبي إيليا، نطلب إنه الرب ينجينا من الحروب، ينجينا من الإرهاب. في الصباح اليوم نتشارك معكم عبر صوت نورسات الأردن، نطلب مع النبي إيليا بصرخاته إنه الرب يساعد المشردين منا، المرضى، يكون مع الأطفال، مع الأمهات، مع الآباء، يحمي شبيباتنا، يرد عنا كل الضربات، يبعد الأمراض، الأوبئة، من يكون لا بيأس، وكل من يفقد الرجاء. اليوم في الصباح المبارك الرب عم بحط لنا نماذج قديسين وأشخاص يكونوا قدوة في عالم اليوم الافتراضي وعالم اليوم الإلكتروني وعالم المزيف. الرب عم يضع لنا كل يوم بالكنيسة سنكسار قديس لمثال يقوي إيماننا حتى نظلنا حافظين في كل مسيرة على هذه الإله.
تسلم. فاليوم أحبائي من هالآيات الجميلة، أجبني يا رب أجبني، ليعلم هذا الشعب أنك أيها الرب أنت الإله. وفي آيات حلوة كمان، الرب هو الإله، الرب هو الإله. شكرا لكم على الاتصال، وسمحتوا لنا انه نتحدث بشكل موجز عن هالنبي العظيم ودروسه الروحيه القويه بمعنى الخلوه المقدسه، السكينه لكل من هو بحاجه اليوم، تامل، صبر، احتمال، طول انا، جراه، شجاعه. يعني محرج جدا أن نتأمل بشخصيته. بالصيف هناك أجواء للإنسان، في أجواء ترفيهية، جميل أنه الإنسان. نعم طبعا هنا مش محتفلين أنتم، ما في عندكم حفلة؟ نعم بكرة إن شاء الله، بكرة مساء إحنا بنحتفل بعيد شفيع الكنيسة، كنيستنا تقريبا يعني عمرها 8 سنة. يجي في شوكولاتة. أهلا وسهلا أبونا، نحتفل بالقداس ومذكر أسماء كل الكهنة، كل الرهبان، كل الرهبات، كل المؤمنين الأحياء الأموات اللي وطأت أرجلهم أقدام هذه الكنيسة أو هذا الدير بجبل الحسين. حلو. طبعا هي كنيسة مار الياس في جبل حسين، المنطقة جبل حسين اللي بحب يحضر. طبعا احنا بنحكي عن الموجودين في الأردن. نعم بالأردن مجموعة من الكنائس. أنا بوجه لكم دعوة لحضور القداس بمناسبة عيد مار الياس، وكل أشخاص اللي باسمهم الياس كمان من منعيد كل الأشخاص، إيليا، إلياس، نعم. إيلو، كل الاختصارات والاشتفاقات. نعم. عيد بهذا العيد، نعم. بكرموهم في هذا اليوم. طبعا احنا ابونا شاكرين لك هذا الحديث، وايضا اذكرنا ابونا واذكر نورسات وطاقم العمل في نورسات ايضا بصلاتك في هذا الاحتفال. ايضا الرب يبارككم ونهاركم سعيد، وكل عام والجميع، ومن يطلب شفاعة القديس إيليا او من يحمل اسمه من كنائس، من أديرة، من رهبان، من رهبانيات، من مؤمنين، من علمانيين، إن شاء الله كل أيامكم خير ونعمة وبركة وسلام. آمين. شكرا لك أبونا. شكرا. طبعا شباب إذا هلا التقرير جاهز لنبثه، يلا تفضلوا. هو الله الذي أنا واقف أمامه، هذا كان شعار النبي إيليا في حياته، لذلك بقي حيا في ضمير المؤمنين حتى إن كثيرين يرغبون في إطلاق اسمه على أبنائهم. أحب الله حبا جما فرفعه الله على مركبة من نار، هكذا اختتم النبي إيليا حياته الأرضية، تاركا لنا الاقتداء بسيرته العطرة. وفي عيده العظيم تحتفل الكنائس في الأردن بقداديس إلهية تحييها في هذا اليوم. ومن سيرة حياته أنه عاش على جبل جلعاد في محافظة عجلون، وفاح عطر قداسته حتى أصبح جبل جلعاد اليوم، وتحديدا تل مار الياس، محجا مسيحيا رسميا ومعتمدا من الفاتيكان. لتل مار الياس أهمية دينية وتاريخية وسياحية كبيرة، يقصده الزوار من كل مكان من الأردن والخارج. هذا الموقع التاريخي الذي يحوي على كنيسة تعود للفترة البيزنطية وأرضيات ونقوش فسيفسائية.
النبي إيليا أحد أنبياء الله في العهد القديم، حظي بتكريم عظيم في العهد الجديد، واليوم تبنى الكنائس وتسمى باسمه وتطلب شفاعته. فيا نبي الله الحي، تشفع لنا عند الرب الإله ليمنحنا السلام. الإنسان بده يتأمل بالمقولة الشهيرة للنبي إيليا، حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، بلاقي معانيها عميقة. إحنا كتير منفكر إنه ربنا اللي إحنا منعبده إنه هو ربنا للمناسبات أو ربنا بس فقط للطلبات، ما بيشعر الإنسان إنه ربنا موجود حي أمامه في كل وقت، في كل زمن، في كل مناسبة، في كل ثانية من حياته. فكتير عنا نحنا يعني في عنا شوية يعني منشوف جفا أو بعد عن الله، خاصة يعني بحياتنا اليومية اللي منعيشها بالرغم من الصعوبات والضغوطات والحياة اليومية اللي بتاخدنا بعيد عن إنه نشوف الله بحياتنا. نعم صحيح. من نادي الله بس لما منروح على الكنيسة للأسف منشوفه. نعم. بس لكن النبي إيليا كان يصر على مقولة أو يصر على هذه الرسالة إنه الله حي في حياتنا، الله حي أمامنا، الله حي في كل الأشياء اللي صنعها. يعني ربنا موجود بالكائنات الموجودة حولنا اللي منشوفها يوميا، الله موجود فيه. نعم. ربنا موجود بكل إنسان عم منقابله، الله حي، مش إنسان أو إله أموات أو إله غير حي. نعم. موجود حي. نعم. تفسير تطبيقي، التفسير التطبيقي لهذه المقولة أو لهذه الآية إذا جاز التعبير، التجسد. يعني تجسد يسوع المسيح هو الإثبات الجلي لكلمة وتفسير الله حي. حي. حي لأنه تجسد. نعم. أيضا وشفناه حي، بحكي القديس. نعم. يوحنا عايناه يعني بحواسنا. نعم. يعني نعم. توما مسك بإيده. نعم. يعني أكثر من هيك إيش بدك؟ نعم. وضوح يعني ما إيش البشر اليوم كيف بدهم يفهموا هاي أكثر من فكرة التجسد. نعم. التلاميذ لمسوا بحواسهم، أكل وشرب معهم، وغضب غضب مقدس للأشياء اللي شافها في بيت الله لا تلائم الممارسات والطقوس الدينية. يعني عاش ملء إنسانيته، فإلها كاملا وإنسانا كاملا. نعم. هو اللي بيقدر يصالح الإنسان مع الإله وحده، ما في غير يعني. نعم. ما في بالكائنات بالكون. نعم. كله هذا الحي الأبدي إلا هو. نعم. معنا الاتصال جاهز. الشباب بيحكوا أبونا. الشباب بدناش نطول على أبونا جهاد. اهلا اهلا ابونا جهاد عماري. الله يخليك. صباح الخير. حالك؟ صباحك نور. هلا خيتي باسمه، مصبح عليكم بكل خير انت وابونا جورج. الله يسعدك يا ابونا والمستمعين والمشاهدين. نعم. شكرا لك ابونا على تواجدك معنا. الله يخليك. تسلمي. صباحك نور. صباحك نور ابونا الحبيب. الله يخليك. شكرا يا ابونا على الاستضافه، دائما بتذكرونا بمحبتكم. الله يخليك. بالعكس ابونا. ابونا النبي إيليا، اول شيء انت مسمي ابنك إيليا، الله يحفظه ويخلي لك اياه. صحيح إلياس. اول من اخذنا على هذيك المنطقه حضرتك، بما انك انت من الحصن يعني ومن المنطقه. فله ميز كثير عندكم يعني، خصوصا بالحصن وبالمناطق تواجد الكثافه السكانيه العاليه للمسيحيين. شو بتخبرنا اليوم عن هذا النبي العظيم؟ يعني احنا حكينا كل شيء، ما خلينا لك تحكي يعني الا انت دائما مبدع بالروحانية. نعم يا سيدي، اكيد استضعتوه على جوانب متعددة من النبي إيليا، وهي فرصة اليوم نعيد على كل من يحمل اسم النبي إيليا او الياس، ونتمنى لهم الخير والتوفيق دائما، ونترحم على من يحملون هذا الاسم ايضا. امين. في اطار مشروع الله الخلاصي لشعبه، وتحديدا في القرن التاسع كما ذكرتم، ولد إيليا التشبي، وكما جاء في ملوك الاول إيليا، وقال إيليا التشبي من مستوطني جلعاد لأخاب. هذا يدل على انه ابن البلد، ابن الاردن.
هو من قرية لستب كما يأتي على ذلك التقليد، والتي تقع على مقربات 500 متر من تلة مار الياس، محافظة عجلون متعرف عليها اشتفينا. وهذا الأمر موثق بحسب ما تشير إليه النصوص المكتوبة باللغة اليونانية على اللوحات الفسيفسائية هناك، واللي بيزور يرى ذلك بأم العين، وأكيد مؤكد كما جاء في نصوص العهد القديم. ومن المعلوم أنه كشفت التنقيبات الأثرية بالعام 99 و2001 عن أهم آثار الموقع وهي دير مار الياس، والمكان الذي صعد منه النبي إيليا إلى السماء، وكرس أيضا الدير للرهبان. والكنائس التي تم العثور عليها في الموقع أيضا، سيما الكنيسة العليا التي تم بناؤها مع مطلع القرن السادس الميلادي وتبلغ مساحتها 1430 متر مربع، الأمر الذي يدل أن هذه التلة هي جزء من مجمع كبير. فكنيسة بهذه المساحة تعني وجود سكن للرهبان المكرسين للخدمة في المنطقة، ومكتبة ومرافق أخرى قد تكون ما زالت تحت تراب الأرض مدفونة تحتاج إلى تنقيب وبحث. ومعلوم أن هذه المواقع ليست إرثا وثروة وطنية فقط، بل وأيضا إرثا إنساني وديني محلي وعالمي لحقبة من تاريخ البشرية. ومثل ما نعرف أن الفاتيكان اعتبر هذا الموقع موقعا للحج المسيحي في الأردن، كحال موقع المغطس وجبل نيبو ومزار السيد العذراء في عنجرة. وإيليا أكيد هو أحد أنبياء العهد القديم، وسفر ملوك الثاني بعطينا معنى اسمه العبراني إلهي يهوى، الاسم العبري لاسم الله إلهيم أو يهوى، وقد أضيف حرف السين في اليونانية ليصبح لياس، وهذا اسم ابني مثل ما ذكر أبونا، وكما نسميه في اللغة العربية أيضا، ويكتب هكذا بالرومانية أيضا إلياس. يظهر الكتاب المقدس أعمال إيليا من خلال سفر الملوك الأول والثاني، وكذلك يأتي على لسان يسوع والرسل الأطهار اسمه في العهد الجديد في حوادث معينة. عاش إيليا كما أسلفنا في القرن التاسع قبل الميلاد حياة بسيطة كما يذكر سفر الملوك الأول من لباسه ومكان عيشه البرية، وتميز برجولته وشخصيته الفذة وكلمة الحق التي ينطق بها في وقت انقسمت فيه مملكة النبي داود، وتحديدا بعد وفاة النبي سليمان ابنه 933 قبل الميلاد. أصبح هناك مملكتين، مملكة إسرائيل في الشمال وعاصمتها السامرة، ومملكة يهوذا في الجنوب وعاصمتها أورشليم القدس. نعرف أن الملك أخاب اللي تزوج إيزابيل الفينيقية بنت ملك الصدوقيين أتبعل، وحيث ذهبت إلى السامرة حملت معها صنمي البعل وعشتروت و450 كاهنا وثنيا، تتكلف المملكة بكل مأكلهم ومشربهم وذريتهم وعباداتهم الوثنية البعيدة عن شعائر عبادة الله التوحيدية التي سنها النبي موسى لشعب الله. وقتلت أيضا فوق ذلك كهنة الرب بسبب ضعف شخصية زوجها الذي استمالته، والمملكة حولتهم إلى العبادة الوثنية وحياة البذخ الخاصة فيها حسب ما جاء بالملوك الثالث. ولذا وقف إيليا النبي في وجه الملك الخائن لعقيدة التوحيد، فأنزل به وبزوجته والشعب المتخاذل عقابا رهيبا، منع المطر عن الأرض مدة 3 سنوات و6 أشهر، واعتزل عند نهر كريت أو كريث، وهو عين ماء مقابل نهر الأردن من الجهة الشرقية وتحديدا في جلعاب على حسب ما يأتي التقليد والخرائط القديمة، حيث قضى هذه المدة. ويذكر العهد القديم بعد أن نفذ الماء وتوجه إلى صرفة صيدا، وهناك عاش مع سيدة أرملة صنع الله إليها معجزتا الدقيق والزيت ولم يفرغا طيلة فترة الجفاف، وصنع حدث المعجزة عندما سأل الله أن يحيي ابن تلك الأرملة الذي توفي. واصل إيليا النبي جهاده وعمله النبوي غير خائف، فكيف لا وكلمة الرب معه في حسب ملوك الأول الفصل 18، وهذا ما توضحه سير المعجزات والأحداث التي أجرى الله على يد ذلك النبي.
في جبل الكرمل، حيث هناك يعلن الإله الحقيقي في منطقة المحرقة، حيث صلى فنزلت النار من السماء لتلتهم ما على الهيكل من خشب مبلل، ويظهر أن العبادة الوثنية هي زائفة، فشرع قتل 450 كاهن الوثني وأعاد العبادة الحقيقية إلى شعب الله. في العهد الجديد فأبرز حدث يبين النبي إيليا عندما ظهر مع السيد المسيح في جبل ثابور أو طابور في شمال الأراضي المقدسة، ما نسميه جبل التجلي، فظهر النبيان العظيمان موسى وإيليا، والسيد المسيح يتوسط المشهد الذي يمثل فيه السيد المسيح أنه المكمل للشريعة، ويمثلها النبي موسى، ويمثل الأنبياء ويكمل الأنبياء ويمثلها في ذلك المشهد إيليا النبي. وعندما سأل السيد المسيح تلاميذه من أنا في قول الناس، يأتون على ذكر النبي إيليا. وسؤال أبونا المهم، ماذا يعلمنا النبي إيليا من جوانب إنسانية وروحانية وككهنة وكنيسة في حياتنا اليوم؟ يعلمنا أن نبذل حياتنا من أجل كلمة الله وبشارة الإنجيل. يعلمنا أن نبذل حياتنا من أجل الفقراء والمساكين والأرامل والأطفال وقيم العدالة الاجتماعية. يعلمنا الحق أن يقال دائما وحتى لو لم يتوافق مع رغبات العالم. يعلمنا أن نقف في وجه الارتقاط والعبادات المضللة لقيم الإنسانية والقيم المسيحية وما هو ضد قيم العائلة وتحريف للإيمان القويم المقدس. يعلمنا الاتكال والثقة بالله الذي لم يدعه يجوع وقت إقامته في جلعاد، بأن الغربان أم العربان أصحاب الكرم الذين اعتنوا به وأطعموه، أو عندما ذهب إلى جبل حوريب ومسيرته 40 يوما أطعمه الله من خلال الملاك وكلمه وسط العاصفة والزلزال والريح بصوت خافت. لم يكن إيليا ذلك الشخص القوي دوما، نجده يتوارى عن نظر أخاب وإيزابيل زوجته، وهذا ما فعله عندما هرب إلى شرق الأردن جلعاد حيث استضافه العرب. كلما كان يضعف إيليا كان الله يسانده فيدخل كلمته في أعماقه ويمنحه قوة جديدة ليعود من حيث أتى ويكمل الرسالة. ففي كل مرة نضعف أمام رسالتنا المسيحية يمنحنا الله قوة جديدة لنكمل المشوار معه. وشكرا لاستضافتكم وإصغائكم دائما. شكرا لك أبو جهاد على كمان على الوصف الرائع اللي وصفته للنبي إيليا والرسالة الروحية اللي جاء فيها النبي إيليا، وكيف نقدر إنه نستطيع إنه نساعد وأيضا نستفيد من هذه الرسالة ونطبقها في حياتنا. شكرا لك أبونا على وجودك معنا. طبعا كان معنا أبونا جهاد عماري وهو مدير عام مدارس الروم الكاثوليك في الأردن. شكرا أختي باسمة وأبونا جورج وفريقه الإذاعي والتلفزيوني، واللي بنتمنى دائما يكون مزيد من التقدم والازدهار في ظل رعايتك وعملك الدؤوب أختي باسمة. الله يسعدك يا صباحكم أبونا. نور أبونا. صباحك نور نهاركم. أبونا شكرا لك. شكرا دكتورة، يعني أنا توقعت أنهم خلصوا الحكي، يعني ما يظل إشي، بس هاي أضاء ما شاء الله عليه على نواحي مختلفة. بحب أحكي شغلي دكتورة بالتجلي، بما أبونا حكى قبل قليل في مشهد التجلي، كمان بشوف فكرة بجوز الناس أول مرة بتسمعها. إيليا كان بتولي، موسى كان متزوج، وكأنه يسوع من خلالهم كمان بيحكي أنه في دعوتين بالكنيسة، الكهنوت المتزوج الكهنوت البتولي. كمان هاي فكرة. بعدين بنحس بشخصيته، يعني أنا حضرت فيلم من عمل فيلم سينمائي عن قصة حياته، والكتاب المقدس طبعا هو المرجع اللي بناء عليه عملوا الأفلام والقصص. بتحسي شخصية النبي إيليا هي قوة السلطة أيضا، يعني سلطة المحبة ولكن كمان في مواقف كثير زي ما تفضل أبونا جهاد وتكلم قبل قليل أنه شهادة الحق تجرح. وأحيانا
هون بيشوفوا ماسك السيف وبنشوف القوة والسلطة. نادي اللي حكيت لك عنها الأيقونة إنه الرب إلهي الرب حي. نعم وكمان هو الرب الأنبياء الذي أنا واقفون أمامه، وأيضا كان باليد الأخرى متوجهة بسيف للأرض. نعم وبعد مشهد المحرقة وعندما شاهد كل الشعب أن النبي إيليا هو نبي لإله الحق الإله الحي، وهدولك فشلوا وتجرسوا قدام العالم أنه ما قبلت ما انقبلت محرقتهم. بنشوف أيضا أنه هجم عليهم أطاح فيهم وقضى على 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 الأنبياء اللي جابتهم الملكة. من هون بنشوفوا في رهبة، ما بدناش نقول بخوف بس له رهبة، خصوصا بسوريا في محافظة حمص في مقامه على نهر العاصي هناك، عاملين هذا هذه الرهبة. يعني لما تفوتي ممنوع يفوت الواحد على المقام لابس حذاءه، أجل لكم الله بخلعنا عليه، لأنه الله قال لموسى اخلعنا عليك أنت في منطقة. ومعجزاته كثيرة، كل ست ما بتحبل بتيجي بصير تحبل بس تيجي على المزار. يعني له معجزات كثير ما زالت حتى اليوم. يعني احنا بنحكي القديس شربل مبارح، يعني من أولاد العصر الحديث. متخيل النبي إيليا آلاف سنين، يعني آلاف السنين وما زال حتى اليوم عم نحكي عنه حلقة اليوم. نعم معنا اتصال دكتور جلال فخوري. صباحك نور دكتور. كل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب. شكرا لك لاتصالك دكتور. صباحك نور دكتور، تفضل. بدي انا اختلف مع كل الاباء في تسمية إيليا. نعم تفضل. اولا اسم الرب القديم إلهيم. إلهيم نعم. قبل يهوى. نعم. وإيليا ماخوذ من إيلي اي ليكن الله. نعم. ليكن الله، هذه معنى إلهيم. نعم. اثنين انا بعيد يعني برد اذكر كمان مرة قصته مع الارملة في تكثير الطحين والزيت كمان. نعم. بدي اذكر كمان مرة انه نعم كان عزابي وكان يتجول في منطقة اسمها اشاب بين جلعد ووادي الخرر. نعم. يعني قريبي من الغور بين عجلون والغور. نعم. بدي أذكر بس كمان شغلة أن روح الله كانت معه، ومن تسكن فيه روح الله يعني يمتلك القداسة تلقائيا دون أن يسعى إليها. وإيليا لم يسعى أصلا للنبوة من الأساس، لأنه كان يشتغل مع أحاز وأحد تلاميذه أليشع. وبالتالي هو لما عاش عزابي كان يتجول، كان سهل جدا يروح ويجي وشغلات من القبيل. ولذلك ظهر مع السيد المسيح في جبل حوريب عندما تجلى يعني حادثة التجلي. نعم. عندما تجلى الرب في كذا. نعم. المهم في الموضوع أن قداسة النبي إيليا تجلت في الكنيسة اللي بنوها وتهدمت، وأهم شيء في الكنيسة أن في الأرضية في فسيفساء مرسوم عليها القربان المقدس والتلاميذ حوله. نعم. وعنقود العنب موجود بجنبه. نعم. ومن يزور هذا الصرح يعني او هذا محل القداسة لانه صار محج، يعني من يزوره يجب ان يدقق في الارضية ليرى هذه القداسة كيف كانت لإيليا يعني. وهاي شغلة بالمناسبة بدي اقولها تختلف عن بقية القديسين في انه الروح الإلهية عندما حلت لم يخرج إلى السماء في عربة ملتهبة يعني. نعم. أمام الناس كلها. وهاي يعني معجزة أعطاها الله لإيليا دون القديسين إنه يرفعوا حي إلى السماء بالعربة. طبعا هذه قصة العربة هي قصة يعني متداولة مذكورة، لكن هي ظهرت فقط أمام أليشع تلميذه.
نعم. وهو الذي ذكرها. ولكن أهم شيء في كل كلامي أنا أنني أختلف مع الآباء في أنه كلمة إيلي مأخوذة من يهوى. قبل يهوى كان يسمى الرب إلهيم. إلهيم إيليا من إلهيم. نعم. الله هو الرب هو الله. شكرا لك دكتور. شكرا على يعني على الاتصال، وشكرا على المعلومات اللي اعطيتنا اياها كمان. بشكرك وبشكر تواصلك معنا دائما. اهلا اهلا صديق النورسات. شكرا لك. ابونا من كل يعني مجمل الذي تحدثوا عن النبي إيليا انه نبي عظيم، وحتى مذكور في العهد القديم، وحتى اليهود هن بيعظموه بيبجلوه بيحترموه. يعني اليهود من طبعا ثلاث ديانات والاسلام. نعم. ايضا وطبعا الاسلام كمان نذكر في الاسلام ونذكر في حتى العهد الجديد يعني بعد مجيء السيد المسيح، فإله مقام كبير. نعم. إلي صحيح. النبي وإله رسالته جاءت رسالة تحمل الرحمة والعدالة. نعم. للنبي إيليا الرحمة مع المحتاجين والفقراء والمعوزين والأرامل والمرضى، وأيضا العدالة، حقق العدالة، أنه انتصر على حقق العدالة مع ملك أحاب والملكة الظالمة إيزابيل. فرسالته رسالة الرحمة والعدالة. الرحمة هاي الرسالة اللي إحنا من دائما نوجهها أنه رؤسائنا ورعاتنا أنه يحملوا الرحمة والعدالة. في أحكامهم، في قراراتهم، في حتى نظرتهم للبشرية أيضا. فبدناش نحن نطول الحديث بهذا الموضوع، لكن الرحمة والعدالة ما أحوجنا إليها هذه الأيام، وإحنا نعيش الاضطرابات السياسية، الاضطرابات الوبائية، الاضطرابات الاقتصادية، الاضطرابات الاجتماعية. نحتاج إلى من يرحمنا ويحقق العدالة. وكان النبي إيليا اعتماد الكل على الرب، وكان دائما يقول حي هو الرب الذي أقف أنا أمامه. فدائما يكون اعتمادنا على الرب، هو الذي يحيينا، هو الذي يحقق لنا العدالة والرحمة طبعا. وصلاتنا لكل الأشخاص اللي بيحتاجوا العدالة والرحمة أن يحققها فيهم، وصلاتنا أيضا ومعايدتنا لكل الأشخاص اللي بيحملوا اسم الياس. بنقول لهم كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله هذا الاسم يحمل لكم النعم وعطايا ربنا. فكل عام وانتم بخير، ومننهي حلقتنا اليوم معكم أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا وعلى تلفزيون نورسات وتيلي لومير. وأنا وأبونا جورج شرايحة سعدنا بلقائكم مجددا، لنلقاكم مجددا أيضا الأسبوع القادم نفس الوقت يوم الثلاثاء الساعة 9 صباحا. تعطينا البركة أبونا وننطلق بسلام. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله. شكرا لكم لمتابعتكم ومتابعينا كمان على صفحتنا اللي بعتوا رسائل، فإن شاء الله بنتواصل معكم فردا فردا بإذن الله. تابعونا أيضا. شكرا. أعجوبة لليوميار مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم، ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمة عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك. نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي ليل ومير، نور ساتي لنم صلواتي ليل ومير، محبة وخير. من بر للحريه
أحب وخير.